استقبل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران قادمة من واشنطن وعلى متنها 298 راكبا من المصريين العالقين، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج. أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تامر مرعي أن فرق الحجر الصحي والطب الوقائي كانت في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم ولإرسالها إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الوقاية من الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين العائدين.